منتخب في تاريخ الجمهورية، ومن على إحدى المقاهي بالعاصمة المصرية القاهرة نرصد آراء الشارع حول أول خطاب رسمي للرئيس. أسألك يعني رأيك في خطاب الدكتور محمد مرسي النهاردة؟ هو خطاب شعبي وأيد الجماهير وقدم القسم قدام الشعب وقدم القسم قدام المحكمة الدستورية العليا، وبإذن الله ربنا يوفق ونتمنى منه. انت شايف ما هي يعني انت من وجهة نظرك ما هي القضية التي تراها جديرة بأن تكون القضية الأولى التي يبدأ الدكتور محمد مرسي في حلها؟ التعليم والصحة والنقل والمواصلات، ده أهم شيء بالنسبة للشباب. التعليم، إنه لازم يربط التعليم بالعمل، بآلية العمل نفسها، مش اني اخد كلية او اخد شهادة واجي اتخرج ما لقاش اي عمل يؤهلني ليه. فهنا عايزين نربط التعليم بآلية العمل في نفس الوقت. بالامس ادى الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية في ميدان التحرير، واليوم اداها مرتين، الاولى امام المحكمة الدستورية والثانية في جامعة القاهرة. رأيك في ذلك يعني؟ هو الاولانية اولا للشعب وعشان يستمد سلطته من الشعب، التانية امام المحكمة الدستورية طبقا للقانون، ولانه اول القسم انه لازم يحترم القانون، فبالتالي لازم يكون مؤدي اليمين الدستورية في المحكمة. التالت قدام المجلس الشعب، يعتبر شبه في جامعة القاهرة، لكن الحاضرين أغلبهم من مجلس الشعب ومجلس الشورى، يبقى أصبح إنه هو يعتبر إنه قدمه برضه القسم بتاعه قدام مجلس الشعب. لا تعليق. متشكر جدا لحضرتك. ننتقل إلى مواطن آخر. أسأل حضرتك يعني كيف رأيت خطاب دكتور محمد مرسي اليوم بجامعة القاهرة وهو أول خطاب رسمي بعد تولي السلطة؟ هو الحقيقة أنا ما تابعتش الحوار، أنا كنت في الشغل وكده لسه راجع، فما تابعتش الحوار من أوله. لا للأسف ولا خطاب. أهم قضية شايف إن الدكتور محمد مرسي يجب أن يوليها اهتمامه يعني؟ أنا شايف إن قضية مستويات المعيشة لازم يكون في اهتمام بالطبقات المهمشة والمناطق العشوائية، لأن المناطق دي يعني في ناس كتير، نسبة الفقر في مصر وصلت لحدود يعني عدت بنسبة كبيرة. آليات حل هذه المشكلة يعني؟ آليات حل هذه المشكلة الاهتمام بالاقتصاد المصري والاهتمام بالاستثمار، وفي قطاعات مهمة جدا ممكن نهتم بيها زي مثلا قطاع السياحة أو الاستثمار الخارجي أو تشغيل الشباب، عمل مشروعات للشباب وحل أزمة البطالة عن طريق مساعدة الأعمال الحرة، المشاريع الصغيرة، وعمل يعني مناخ للاستثمار كويس يساعد المستثمرين إن هم يبدأوا في أعمال يعني، ويبقى في شركات، يبقى في بيزنس، بحيث يبقى الشباب أما يتخرج الكفء اللي هو عنده المهارة ان هو يشتغل يلاقي مكان مناسب يشتغل فيه. وطبعا موضوع الواسطة والمحسوبية والكلام ده لازم يكون ليه وقفة يعني، لان اهم حاجة الكفاءات. طول ما احنا ما بنهتمش بالكفاءات عمر ما الدولة هتتقدم، وعمر ما الانسان هيحس بقيمة العلم مثلا اللي اتعلمه غير لما يلاقي المكان المناسب ان هو يقدم فيه الكفاءة بتاعته. اشكرك، وما زالت تغطيتنا متواصلة لآراء الشعب المصري حول أول خطاب رسمي لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والذي أكد فيه على الحفاظ على الأمن القومي المصري واستقلال القضاء وتحقيق تنمية اقتصادية وتحقيق عدالة اجتماعية. كنت عايز أسأل حضرتك رأيك في خطاب الدكتور محمد مرسي النهاردة. هو خطاب شامل وفي كل معاني تأثر على الشعب المصري، بس مشكلتنا احنا ما عرفناش هو هيأيد حكم المحكمة الدستورية بالنسبة لمجلس الشعب ولا هيرجع مجلس الشعب. الكلام ما كانش واضح، فده اللي احنا مش عارفينه لغاية دلوقتي. هو بيقول انا مع القانون ومع الدستور،
يا ترى هينفذ حكم المحكمة الدستورية ولا هيرجع مجلس الشعب. طب انت شايف رأيك في هذا السؤال؟ الإعلان الدستوري المكمل كان من حق المجلس العسكري يحطه، لأنه مش عارف مين اللي هيحكم البلد وجايب أنه كل واحد هيحكم البلد، ممكن يكون جايب أجندة يدمر لنا البلد. أما بيكون في حاجة زي كده ممكن رئيس الجمهورية الجديد يلغيها. ولكن ألا يعد هذا انتقاصا من صلاحيات الرئيس الجديد؟ لا، ما هو في إيده هو يرجع بقى، يرجع يلغي القرار بتاع المجلس العسكري، في إيده هو مش في إيد حد تاني. بالأمس أدى الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية في ميدان التحرير أمام آلاف المتظاهرين، واليوم أداها مرتين أمام المحكمة الدستورية العليا، والمرة الثانية أمام جامعة القاهرة. رؤيتك لهذا؟ الحاجة الوحيدة اللي الواحد يقتنع بيها إنه يحلفوا أمام المحكمة الدستورية، إنما الحاجات التانية شكلية وتعتبر اجتماعية. شكلية بمعنى إيه؟ شكلية إن هو على أساس لو أنا جيت ألغي القرار اللي خده المجلس العسكري بالدستور المكمل، ابقى انا كده محدش يقول لي انت حلفانك باطل، انا حلفت قدام الشعب وحلفت في اللجنه الدستوريه وجمعت عناصر كتير النهارده من ضمنهم اهل الشهداء والمجلس العسكري وكله، وحلفت قدامهم اليمين، فمحدش هيقدر يشكك فيا زي ما شككوا في مجلس الشعب وقالوا ان مجلس الشعب هو اللي اختار القانون بتاعه. الامن وبعدين الاقتصاد، هم دول اهم قضيتين. خلينا في اول نقطه لانها نقطه مهمه، يعني اليات استعاده الامن للشارع المصري مره اخرى. اليات الامن اصلا ان الامن ياخد فرصته ويشتغل بالسيستم بتاعه اللي هو حاطه، ما حدش يفرض عليه سيستم. الامن ليه سيستم بيشتغل بيه، ما حدش يفرض عليه سيستم. اشكرك. كنت عايز اسال حضرتك رايك في خطاب الدكتور محمد مرسي النهارده. طبعا الدكتور محمد مرسي طبعا هو اللي جه رئيس جمهورية شرعي بالشعب، سيبك من الاعلام بتاعنا اللي هو كان بيلعب بيقول لك شفيق ومش شفيق، هو اللي ناجح في الرئاسة فعلا بدليل ال 13,000 قاضي اللي اعلنوا على الهواء مباشرة بنجاح محمد المرسي. دي حاجة. الحاجة التانية هو النهاردة كان حكيم، لان هو النهاردة في الحلف اليمين كان حكيم في 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 بعض حاجات معينة، صلح مع المجلس العسكري عكس امبارح. يعني امبارح خطابه مع الثوريين في ميدان التحرير كان خبط في المجلس العسكري وخبط في حاجات، النهارده خبط بمعنى ايه يعني؟ خبط يعني قال لك المجلس العسكري عامل عاوز يسيطر على البلد ومش عاوز رئيس جمهوريه مش عارف يبقى ايه. هو لم يذكر ذلك. دعنا من تلك النقطه وننتقل الى نقطه اخرى. يعني ذكر الدكتور محمد مرسي في خطابه اليوم على ضروره تفعيل مبدا المواطنه بين جميع فئات الشعب المصري. من وجهه نظرك كيف يتم تحقيق او ما هي اليات تحقيق هذا الهدف؟ طبعا اول حاجه عشان يحقق ده لازم يرجع الامن لمصر، يعني الامن لازم يرجع لمصر. احنا ما عندناش تقصير اولا ما عندناش تقصير امني. تقصير الامن احنا اللي كنا بنعمله، الناس الضباط والقيادات بتاعه وزاره الداخليه هي اللي كانت بتعمله. يعني واحد زي محمد ابراهيم ده وزير الداخليه ده من وزراء الداخليه المحترمين جدا اللي مسكوا في مصر، بس كان في فساد في الوزاره، في فساد في الوزاره موجود، ما كانش عارف يعني ما كانش عارف يرجع الامن، كان بيدي قرارات الضباط كانت تبقى قاعده في بيوتها او قاعده في الوزاره مش عايزه تنزل تتحرك، بدليل ان الامن ما اتشالش منه حاجه. هو الامن اللي كان في النظام الفاسد هو الامن الموجود. نتوقع خير ان شاء الله على يد الدكتور محمد المرسي، وهو حد هيودي مصر للامان ان شاء الله، ومش هيبقى في اي مشاكل، والواحد متفائل معاهم خير. احنا جربنا 30 سنه او 40 سنه فساد، نجرب الاخوان المسلمين مره هنشوف هيعملوا معانا ايه. هم احنا ما جربناش في مجلس الشعب، مجلس الشعب ده كان مجلس تشريعي ما كانش عارف يعمل اي حاجه مع الدوله. دلوقتي نجربه هو الاربع سنين دول، على وعسى يمكن ربنا يصلح الحال البلد على عدوكم. محمد اشكرك شكرا جزيلا. ننتقل الى مواطن اخر. كنت عايز اسال حضرتك، يعني الدكتور محمد مرسي ادى اليمين الدستوريه ثلاث مرات حتى الان، مره في ميدان التحرير ومرتين اليوم، الاولى امام المحكمه الدستوريه العليا والثانيه امام او في قاعه الاحتفالات الكبرى بجامعه القاهره. رايك في هذا يعني؟
هو الرئيس عايز يرضي كل الناس، ففرصة بالنسبة له الثوار بتوع الميدان نأدي اليمين قدامهم فبيرضيهم اوكي. وبعدين كان الأول مش هنأدي قدام المحكمة الدستورية، والنهارده أدى قدام المحكمة الدستورية، ويمين تاني قدام طلبة الجامعة. فاحنا عايزين نعرف هو في ايه بالظبط، يعني ايه اللي بيحصل في البلد؟ يعني اليمين ده دي وكله كل ما يروح مكان يقسم فيه اليمين ولا خلاص ولا ايه الوضع؟ في الايام دي الامن، في الامن البلد، البلد ما فيش امن داخلي خالص خلاص. ونحاول بقى ان احنا نشوف اقتصاد مصر، اقتصاد مصر رايح فين؟ يعني احنا عندنا كفاءات في مصر، يعني واحد زي الجنزوري ده الواجب ما يستغناش عنه، ده انسان كويس. الراجل كان بيقعد بالاربع خمس ايام في المكتب بتاعه ببدلته عشان بلد. يعني انت عندك الدولار لو في الايام، لو اي واحد تاني ماسك الوزاره غير جنزوري. بمناسبه الوزاره، شايف من وجهه نظرك من هو الجدير بان يتولى رئاسه وزراء جمهوريه مصر العربيه في الفتره القادمه؟ يعني كمال الجنزوري. كمال الجنزوري انا شايفه افضل واحد هو يتولى الوزاره في الايام دي، لان هو لمس، يعني احنا البلد واجعه والاقتصاد بتاعها حلو. طب حاليا الدكتور كمال الجنزوري من المتوقع ان يقدم استقاله الحكومه في الفتره القادمه وتتولى حكومه جديده، ما الشخصيه الاخرى التي يعني من وجهه نظرك تستطيع تولي رئاسه الوزراء في الفتره القادمه؟ ومعروفه فتره ستكون صعبه للغايه. هي اكيد احنا في فتره صعبه، واي رئيس هيمسك في الايام دي الوضع بالنسبه له مش سهل، يعني الوضع صعب جدا على فكره. البلد يعني ما فين البلد؟ شخصيات يعني انا مش شايف، انا مش شايف للجنزوري هو الافضل في الفتره اللي احنا فيها دي بالذات يعني خلاص. كمان الوضع نفسه اصلا يعني انت شايف البلد في انحدار، هو راجل يعني الاقتصاد، يعني لو انت قارنت الدولار بالجنيه ما فيش خالص بصراحه يعني. اشكرك. ننتقل الى مواطن اخر هنا على هذا المقهى وسط العاصمه المصريه القاهره. اسال حضرتك، يعني الدكتور محمد مرسي في خطابه اليوم اكد على عده مبادئ اهمها دعم الجيش والشرطه والحفاظ على الامن القومي المصري وتحقيق مبدا استقلال القضاء، كيف يتم ذلك من وجهه نظرك؟ والله الدكتور محمد مرسي شخصيه عظيمه، واختارته البلد لان وجدت فيه الكفاءه، وهو له دراية وعنده المقدرة أن يحقق هذا كله، ووعد أمام الشعب وأن حينفذ كل هذا وهو جدير بذلك. هي قضية الفقراء، الناس اللي ما هيش لاقي تاكل، الناس اللي ما هيش لاقي تاكل، والناس اللي هم حرموا كثيرا، والناس اللي حرموا كثيرا زي اللي هم دخلوا حاليا. آليات تحقيق أو آليات حل هذه القضية والمشكلة، مشكلة الفقراء والفقر في مصر بشكل عام؟ الفقراء والمعاشات والبطالة والتعليم والصحة، ده كله يعني عايز تركيز، وإن شاء الله في خطة الرئيس اللي حيتم كل ذلك بفضل الله، وبتعاون برضو الناس اللي هم حيكونوا موجودين معه، وإن شاء الله ربنا يوفقه ويختار الناس دي وتوقف معاه بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا. ننتقل إلى مواطنين آخرون موجودون هنا على هذا المقهى. أسألك يا حاج يعني رأيك في خطاب الدكتور محمد مرسي النهارده؟ رأيي في الأستاذ محمد مرسي 10/10 ومية على مية، وهو الرئيس المنتخب، هو اللي هينفع وهو مية مية. طب النهاردة كانت ثالث مرة يؤدي فيها، النهاردة يعني كان ثالث مرة يؤدي فيها الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية، رأيك في هذا يعني؟ كل ما يزيد، كل ما يقابل بالجماهير، كل ما يزداد ثقة أكتر من الأول. يعني كانت في ناس كانت مش تابعه الأول، ولما زاد والايام دي لما استمر على الخطب والحاجات دي الناس وضعت فيه الثقه اكتر من الاول. طب يعني من المتوقع يا حاج ان يتم تشكيل حكومه جديده في الفتره القادمه بعد تولي الدكتور محمد مرسي رئاسه الجمهوريه، ما هي الشخصيه التي جديره من وجهه نظرك بتولي رئاسه الوزراء؟ لا دي بقى دي عاوزه ناس يكون صاحب خبره ويكونوا مارسوا الناس دي وعارفينها. نعم؟ انت بتتمنى مين؟
لا ما عنديش درايه بيهم والله، عشان اقول لك عندي درايه بيهم، لو عندي درايه باي واحد كنت فعلا هقول لك عليه. اشكرك يا حاج. يعني وجهه نظر حضرتك في خطاب الدكتور محمد مرسي النهارده، وجهه نظر حضرتك في خطاب الدكتور محمد مرسي النهارده، اختياره ولا خطابه؟ لا ما شاء الله، ده حاجه جميله جدا وحاجه يعني نتشرف بيها، وان شاء الله ربنا هيجازيه كل خير وربنا هيوفقه معانا وهنبقى حلوين جدا والبلد تمشي في هدوء ورخاء، وربنا يبعدنا عن الحرمانيات اللي كانت بتاعت النظام السابق يا رب، وربنا يوفقنا بيه بامر الله، وهو راجل كويس وهو بلدياتي يعني. ان شاء الله راجل سلام وهيبقى كل حاجه تمام بامر الله، وفقنا معاه واحنا عايزين رخاء وهدوء، كل واحد يتحقق امرنا بيه. اسال حضرتك بس يعني اهم قضيه المفروض الدكتور محمد مرسي يهتم بيها في الفتره القادمه، يعني اهم قضيه المفروض الدكتور محمد مرسي يعني داخليه ولا خارجيه؟ نعم ده الاول هام نقول على الداخليه، الاهتمام بالوضع الداخلي بالحياه المعيشيه، بالحياة المعيشية، بالحياة المعيشية، الاهتمام عايزين نمنع اللعب بتاع المحليات، الرشوة، الكلام الفارغ ده، عايزين نديهم وناخد منهم، يعني ندي الحكومة تدي الناس وتستفيد، مش الحكومة تدي الناس والناس تستفيد من الناس والناس مش تلاقي حاجة، ده ما ينفعش. والوضع الثاني، الوضع الثاني اللي احنا عايزينه بالنسبه للخارجي، ان احنا عايزين الاحوال السياسيه تكون احوال عاليه، الدول تبقى لينا محبه كلها، عرب وغرب وكله، وكل واحد على طريق السلام وعلى الحق. اول هام نعالج قضيه فلسطين، واول هام ندي راينا بالنسبه لسوريا كمسلمين برضو اهل، احنا عايزين الطريقتين دول، عايزين كل حاجتنا تبقى دبلوماسيه وسلام، دبلوماسيه وسلام، لا نتعدى على حد ولا حد يتعدى علينا الا في الاوان اللي هو يستحق نتعدى عليه زي ما تعدى علينا. والوضع الداخلي جميل جدا، بس هو يطهر شويه الزباله الموجوده، بس كل حاجه تمام، الرشوات والحواديت والكلام الكذب ده، ده يكون قاسي في الموضوع ده جدا، لا يتهون فيه. طب يا حاج، من المتوقع ان في الفتره الجايه يتم تشكيل حكومه جديده، يعني انت شايف مين الجدير ان يمسك الحكومه دي؟ طبعا هم حضرتك كل الناس اللي كانت، طبعا ده رئيس جديد لازم يغير كل يوم جديد، هم حضرتك ناس مش هينين طبعا، وهم اتعاملوا ليهم نظره في الناس اللي حاضره، زي ما حضرتك قال النهارده ان الشرطه ليها ناس افاضل كلها وناس حلوين، وجيت كذلك الامر، هو حضرتك قاعد ومعاشر وواثق في ناس حضرتك الحلو معاه.